طيب وبعدين انتوا لقيتوها ازاي بقى؟ حضرتك احنا ناس يعني، واحد بعت لنا صورتها على الفيسبوك، ناس يعني من احنا انتي نزلتي حتة الاول صورتها على الفيسبوك؟ ناس من حتتنا راحوا منزلين صورتها على النت والفيسبوك. ففي واحد اسمه محمد جه راح بعت لنا صورتها، شافها في القطر بتشحت، فبعت لنا صورتها. فهو البنت اللي نزلت على صورتها قالت لي دي بنتك؟ قلت لها اه. قالت لي طب دي بنتك تركب من محطة دمنهور وبتنزل اسكندرية وبترجع في القطر اللي ايه اللي راجع. فروحنا اسكندرية دورنا عليها، ورينا صورتها للناس ان هم بيبيعوا الشاي على محطة القطر. قالوا ايوه فعلا البنت دي بتيجي مع واحدة بتبيع مناديل، بتقعد على محطة القطر بس بقالها حوالي 5 ايام او اسبوع ما بتجيش. فالمهم قعدنا لفينا وبتاع، ما ايه ما جبناش نتيجة في اليوم دوت. فبابا تاني يوم راح نازل دمنهور عمل مذكرة في المحطة. فالمامور قال له طب خليك معانا، وخد صورتها اللي هي على الفيسبوك، قال له طب خليك معانا يمكن ربنا يسهل ايه ويجيب اجابه معانا والنهارده وكده. فقعد فلنا اتصال، لا اتصال من واحده قالت له بنتك معايا، طب نيجي لك يا ست. فالمهم وصفت له وراح لها. ففي واحده معاها تاني راحت طالبه الحكومه، الحكومه جت راحت واخداهم كلهم. في الاسم اتضح ان ياسمين، في الاسم الست حكت اللي حصل بقى طبعا في القطر وكده اهوت، واستلمتها من طريق الاسم بردك في المحطة. خدتها عن طريق الاسم في المحطة. اه طب هما ازاي سلموها لها في هي الاسم؟ كتبت اقرار على نفسها وكتبت عنوانها وبتاع هي مضت ومضت عليها. وبعدين فالمهم راح بابا راح رايح مستلمها من اسم ومضى عليها يعني في الاسم وكده ان هو استلمها من الست دي وكده اهوت. وجابها وجه يعني انا انتي هي غابت عنك 15 يوم، انتي حسيتي ايه بقى في ال 15 يوم انا دول؟ بصي كان كل حاجه في بقي مرار، كانت ولا يعني بتاكل ولا كانت بتاكل معايا 4 اطفال هي كبرتهم. فتتخيلي بقى ان انتي يعني اكبر واحده فيهم مش لاقياها ومفيش اي اخبار عنها خالص. ورحنا القسم قالوا بعد 24 ساعه. طب ما في البنت دي يعني بعد 24 ساعه يعني ممكن تروح في يعني مكان غير المكان خالص، ممكن تسافر بره خالص طبعا، ممكن تروح شيء اي حته طبيعي. تانية. فانا برجو من يعني من وزاره الداخليه الاهتمام شويه بحكايه خطف الاطفال والتسول في الشارع كنتي حاسه انها هترجع تاني ولا كنتي حاسه انها مش هترجع؟ والله انا احساسي ان هي هترجع بس امتى وازاي ما اعرفش. يعني انا ناس قالت شفتي لي، الست اللي هي كانت مستضيفاها دي التانية اللي كانت لا ما مستضيفاها عندها ما شفتهاش، بابا اللي شافها وقال لها ايه بقى اما شافها؟ طبعا شكرها ان هي عملت معروف انقذت فينا. طبعا عملت معروف فينا. يعني ما كانت ممكن نعرفش الست التانية دي تاخدها وتروح اي محافظة تانية ما ما كنتش نعرفش هتعرفوا ما تلفوا نعرفش وراها ما نعرفش هي هتروح فين ولا تيجي منين ولا. وبعدين الاخ اللي هو صورها دوت جه صور الست دي عملت له قلق وفي القطر وقالت له لا وزعقت له، كان كانت خايفه يعني يكون ابويا يكون يعني حد يبلغ عنها. خافت تتصور بقى طبعا صح يا ياسمين، لانها لو اتصورت هتتعرف فانا وهتتشاف. بكلمه طب قلت له حضرتك ما طب انا عايز سمتش. اسال سؤال، انتوا ليه رحتوا بقى قلتوا في الداخليه او رحتوا في القسم قلتوا ان انتوا رجعتوا ياسمين ولا ما لا رحتوش؟ رحنا بابا راح وقال ان ياسمين خدني رجعت. خدني معاه. هل حد سالك يا ياسمين هناك شكل الست اللي خدتك دي شكلها عامل ازاي او قاعده فين او اي حاجه؟ اللي هي يا بنت اللي هو الاسم بتاع هنا ياسمين، بس بابا خدك وداكي. الاسم لما رجعتي هنا وباباكي خدك وداكي بقى قالوا ان احنا لقينا ياسمين خلاص، حد سالك بقى الست دي شكلها كان عامل ازاي؟ هما بس سالوني، قالوا لي 3 مرات 3 مرات على 5 مرات. سالوها قالوا لها ايه؟ قالوا لك ايه؟ انا اسف ما كنتش معاهم بابا. موجودة. لا بابا اللي سالوكي قالوا لك ايه يا ياسمين؟ قالوا لي انت مين اللي خدت؟ قلت لهم ماما، قلت لهم واحده قالت لي شيلي الشنطه دي انت ايه شايله؟ حكيت لها حكيت لهم اللي انت حكيته لي ده. قلت لهم شكلها عامل ازاي؟ ما قلت لهمش ولا سالوني ولا حاجه. ولا حاولوا يروحوا يسألوا عليها ولا حد حاول يروح يقبض عليها وتروح تسرح تاني تخطف أطفال تانية عادي؟ مفيش مشكلة هي طيب. هما حمسوها ادوهم حتة علقة وخلي دمهم نزل وراح مشوهم ضربها ساعتها. اما امين الشرطه شافها معاكي في القطر وهي عايز ترميكي قام ضربها يعني ومشاها. الظابط ولما لقيت الشرطه كلهم جم اتلموا عليها، وده يديها قلم وده يديها قلم
لحد لما نزل وسابوها بعد كده تمشي في القطر. ايوه مشي، خدوها حبسوها ولا مشيت يا ياسمين؟ الاول كل واحد ادها قلم وخدوه من شعرها جروها على الاوضه حدهم حته علقه خلى دمهم. انت مبسوطه انت يا ياسمين الموضوع ده، خدوا لك حقك. ماشي يا ياسمين. طبعا انت ام محظوظه جدا الحمد لله، يعني في امهات كتير بتتفرج علينا دلوقتي وانا فاكراهم مش ناسياهم، سواء ام مؤمن اسلام انبر او مؤم او ام عبد الله او ام سلمى او ام اطفال كتير لسه ما رجعتش لحد دلوقتي وما نعرفش اذا كان هم هيرجعوا ولا لا، بس احنا بندعي ان هم يرجعوا مره تانية. بس انت ام محظوظه ان بنتك رجعت لك مره تانية، لان في امهات كتير قوي ولادهم ما رجعوش لحد دلوقتي ومش عارفين اذا كان هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. فحافظي على ياسمين، مفيش حاجه اسمها بعد كده تروح تشتري حاجه لوحدها. لا لا لا. في الزمن اللي احنا بقينا موجودين فيه دلوقتي وفي ظل مش عارفه اسميه ايه الصراحه يعني، خلي بالك منها وخلي بالك من اولادك التانيين. الحمد لله انها رجعت بالسلامه. انا مبسوطه قوي ياسمين ان انت رجعتي حبيبه قلبي، وان شاء الله تبقي احسن وخليكي على طول بقى جنب ماما، ما تسيبيهاش ابدا. وتعلمتي اكيد من الدرس ده ياسمين، اما حد يجي يقول لك بقى بعد كده تعالي شيلي لي الشنطه او تعالي معايا، مش هتروحي معاه في حته، ما ينفعش. بشكركم جدا نورتوني النهارده. طبعا ده درس لينا كلنا اللي احنا شايفينه بيحصل قدامنا، ده حالات حقيقيه بنشوفها، وشوفنا في الحلقه اللي فاتت حاله حقيقيه رجعت وشوفنا حالات ما رجعتش لحد دلوقتي. ارجوكم خلي بالكم من اولادكم، ان احنا فعلا دلوقتي في ظاهره اسمها ظاهره خطف الاطفال، ولا ينزلوا يجيبوا حاجه من تحت البيت، ولا ينزلوا يلعبوا تحت البيت، ولا يروحوا في اي مكان من غيركم، ولا عينيكم ثانيه واحده بس تبقى مش موجوده عليهم، لان صدقوني في الثانيه دي ممكن تبصي ما تلاقيهوش جنبك. خلي بالكم من اولادكم، اشوفكم ان شاء الله في الفقره الجايه، فقره برضو مهمه جدا هنسال فيها سؤال سالناه الحلقه اللي فاتت، وهوريكم حاجات بعينكم هتشوفوها. انا الصراحه يعني جالي حاله صعقه. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن شهادات الميلاد، وان في دلوقتي شهادات ميلاد بتطلع انا ممكن اروح لاي، طبعا مش لاي مركز يعني، اي حد ما عندوش ضمير من الدكاتره او من المراكز، اقول له انا عايزه اختار ان انا جبت بيبي، فيديني الاختار ده ومش مكتوب فيه اي حاجه خالص خالص، وانا بقى اكتب فيه كل اللي انا عايزاه. فاهمين ازاي؟ اللي هو ايه، انا عايزه اوريك اصلا معايا الحقيقه شهادات كتير، هوريها لكم ان شاء الله في الفقره الجايه هنشوفها مع بعض. الحقيقه كل دي شهادات ميلاد مختومه ومش مكتوب عليها حاجه، هوريها لكم ولكن الفقره الجايه استنوني.